المتراكمة. كابتن فوزي البنزارتي في مواجهة كابتن فتحي مبروك في هذا اللقاء. وتنطلق المباراة على يسار الشاشة النادي الأهلي بالزي التقليدي طبعا، على اليمين النجم الساحلي بالقميص البديل أو بالفانيلا الثانية في هذه المباراة بالأبيض والأحمر. إلى تشكيلة النجم، أيمن مثلوثي أو بلبولي كما يطلق عليه وكما يعرف، أيمن بلبولي في حراسة المرمى. أربع لاعبين في الدفاع، علي البريقي رقم 8، قلبي الدفاع زياد بوغطاس رقم 15 وعمار الجمل رقم 5، وفي الجهة اليسرى غازي عبد الرازق رقم 3، في وسط ملعب مروان تاج رقم 17، حمزة الأحمر رقم 7، وكرة داخل منطقة الجزاء عماد، وأول كرة تصل لعماد متعب لكن الدفاع كان الأقرب ويبعدها إلى رمي التماس للنادي الأهلي من الجانب الأيمن. باسم علي، عماد، كما جمهور النادي الأهلي، كرة باسم علي، الحكم المالي مالين فيدو يعطي ضربة ركنية للأهلي المصري منذ البداية الدقيقة الأولى. تتعدى الكرة للنادي الأهلي، وليد سليمان، التمهيد لعبد الله سعيد، كرة تدور مليح لكن بعيدة لباسم علي، ترجع بضربة مرمى للنجمة الساحلية. إذا المدرب فوزي البنزرتي مشاهدينا الكرام حاول أن يجد التشكيلة المثالية في غياب 6 لاعبين، حول متوسط الميدان طبعا علي البريكي اللي يعتبر جوكر في دفاع ووسط ميدان النجم النادي الساحلي، أيمن الطرابلسي اللي اليوم موجود في مكان كان في العادة يلعب فيه فرانكوم، ومطالب كذلك بتهيئة الكرة بصفة ممتازة وسلسة للثنائي حمزة الأحمر ومروان تاج في الارتكاز، بينما يوسف المويبي إياب المساكني والخليل بنغورا مهمة وضع الكرة في شباك الشريف الكرامي. فوزي الذي يفكر، فوزي الذي يقول أنا موجود، هذه كرة اختيار على النادي الأهلي وإمكانية التصويب والتوزيع، والراس سليمان، والهدف الأول للنادي الأهلي. وليد سليمان يفاجئ الجميع بترويضة ولا أعلى، تصويبة يمينية تغالط الشباك الساحلية، نمبر وان القارة الإفريقية في هذه اللحظات الكروية يأخذ أول أسبقية بوليد سليمان الفنان، هو المرعب للحراس والمدافعين في هذا الزمان. شوف الكرة كيف لعبت هنالك، تسلل عبد الله السعيد أم لا، زياد بوغطاس في التدخل في أول مرة، سليمان على طول والكرة في الشباك، هدف لصفر للنادي الأهلي في توقيت 36 دقيقة لعب. هل هو خط الدفاع للنجم الرياضي الساحلي الذي لم يحصل الخروج في الوقت المناسب؟ وليد بأفضل أقدام يغالط الشباك الساحلية ويعطي للأهلي أول أسبقية. إذا مشاهدينا الكرام أول سيناريو فرحة طبعا الكل، فتحي مبروك كما الطاقم سليمان، وطبعا كذلك لا ننسى وائل جمعة المدير الرياضي بهذه الأسبقية. النادي الأهلي، عماد متعب، لمسة روعة ومفيش أوفسايد، مفيش أوفسايد، وكرة خطيرة، يلا مين يكمل؟ هو وليد سليمان، الله عليك، الله، الأعصر الفنان وليد سليمان يسجل أول الأهداف، وبرجله اليمين شوف جمال الهدف وروعة الهدف وميزة وتميز الهدف إنه بالقدم اليمنى للأعصر الفنان وليد سليمان. الهجمة من بدايتها كانت خطيرة، عماد متعب لمسة سحرية من العمدة يصنع الهجمة بشكل رائع، تترد الكرة، خلينا نشوف اهو، ادي عماد، فيش تسلل ولا اي شيء، عبد الله السعيد لعب الكرة في المرمى، هي كانت رايحة في المرمى، ينقذها الدفاع، تترد والكرة الثانية، الروعة من وليد يسجل اول اهداف النادي الاهلي في هذه المباراة. وكان مهم ان الاهلي يسجل قبل ما ينتهي الشوط الاول، قبل ما تتعقد المباراة، وليد يستلم وبرجله اليمين فورا فورا، اليمين زي الشمال كله عال العال،
الهدف من بدايته، لمسة عماد متعب كانت مهمة جدا، محاولة عبد الله السعيد، ثم وليد سليمان والكورة بتزغرط في الشباك التونسي. طارق سليمان وفتحي مبروك وباقي الجهاز الفني النادي الاهلي، وتهنئة لك. لسه بدري والمباراة لسه ما خلصت. لذلك بهذا التكتيك وبهذه الطريقة صعب النجم الرياضي الساحلي انه يقدر يعدل الكفة، ولكن نقول انه في الدقيقة 26 يوسف المهبي كان قاب قوسين او ادنى من التسجيل لولا تصدي اكرامي، وكذلك علي البريقي تسديدا نتاعو مرت جانب المرمى. نقول انه هذا التقدم بقطع النظر عن موضوع التسلل، الهدف كان مسبوقا بتسلل، لكن منطقي تقدم الاهلي المصري في هذا الشوط الاول. نعم صراحة. منطقي كابتن تقدم الاهلي بهذا الهدف، وحتى صنع كثير من الفرص، حتى شاهدنا فرصه عبد الله السعيد في اخر دقيقه ربما كان سددها وضربت بالقائم ثم عاد وسددها مره اخرى. بص بالطبع يعني الكابتن فوزي اللي بنزرتي درس الاهلي كويس، يعني مأمن كويس الدفاع بتاع النجم الساحلي بعيد عن الجول، كلهم متمركزين كويس في نص الملعب. لكن النادي الاهلي النهارده ممكن مباراه الزمالك مأثر عليه شويه، لسه المباراه من ثلاث ايام. الناحيه البدنيه مش زي ماتش الزمالك، لكن مسيطرين على وسط الملعب. حسام غالي مسيطر على وسط الملعب كويس، برضه لعيبه النجم مدين فرصه لعيبه النادي الاهلي يستلموا براحتهم في وسط الملعب، ما فيش ضغط قوي. وزي ما قلت لك قبل المباراه ما تبدا، دايما النجم الساحلي بيعمل ضغط قوي على الـ على الـ على الـ على الـ على الفرقه في اول 20 دقيقه، بس ما شفتش ده النهارده. اخطر لعيب انا شايف من احسن لعيبه في النادي الاهلي النهارده عبد الله سعيد، معظم تمريراته سليمه، عمل كذا كوره خطر. الكره الاخيره برضو في الدقيقه 44 كان ممكن يسجل الهدف الثاني، كان ممكن يعني من وجهه نظري لو الهدف ده كان جه كان المباراه كانت اتسهلت كتير جدا على النادي الاهلي. اتمنى للنادي الاهلي يركز خاصه في المرتدات، في فعلا في ثغرات في ثغرات نعم. في كوره في يوسف المهيبي في الدقيقه 26 او 25 هجمه مرتده سهله كان ممكن يحرز هدف، لكن يحسب لباسم وصبري. نعم هذه كره عبد الله السعيد كابتن مره اخرى. شاهد 10 لاعبين في 25 او 30 متر مربع، انك تتحمل عبء المباراه لمده طويله، هنا تاتي الاخطاء، وهنا يخشى على النجم الرياضي الساحلي. النجم عليه ان يتقدم بعض الشيء، اوكي فيها بعض الخطوره لانه سيترك عمق وراءه، البلبولي كذلك عليه كحارس مرمى ان يتقدم بعض الشيء، لكن النجم الساحلي اظن عنده ورقه بديله مهمه جدا تتمثل في اللاعب امير العمراني، لاعب سريع جدا قادر على انه يمسك الكره، اظن مع سرعته سرعه نعم. بنجورا يبدو انه ايهاب المساكني مازال غير جاهز بدنيا، اظن انه امير العمراني مكان ايهاب المساكني سيكون حل جيد جدا بالنسبه للمدرب فوزي البنزرتي. نعم كابتن، هذا الاداء بالنسبه لفريق الاهلي في الشوط الاول، لم نشاهد الاهلي كما شاهدناه ربما الان مع الزمالك او حتى مع الملعب الملكي كما ذكرت بدنيا الان، هل يمكن ان تتغير الصوره في الشوط الثاني من قبل فتحي مبروك؟ فقط من اجل الصداره ومن اجل تغريم النجم الساحلي اول نقاط يفقدها. العب العرضيه لعبها رمضان في المرمى، لحظه خروج ايمن لكن عالية الكورة فوق. أيمن بلبولي رد وليد ثالث وسط ملعب وليد. حمزة الأحمر إلى بنجورة، أمامية من بنجورة للبديل السوسي، وتسديدة مرة تانية بقدمه اليسرى وينقذها شريف إكرامي. هذه كورة رمضان صبحي، كان عبد الله السعيد مكمل، وادي وائل جمعه وعلي ماهر. وائل جمعه بيشرح لعلي ماهر ازاي كان المفروض يلعبها رمضان، مش بالطريقه اللي لعبها. يعني عليه الكوره فوق مره تاني، كوره والبلبولي والتاني يضيع. احمد عبد الظاهر في كوره قريبه فجاه ولحظه اعاده الكوره اللي فاتت كرة رمضان صبحي، فوجئنا بوليد سليمان بينفرد، مشي وليد انقذها البلبولي، انقذ الاولى والتانية من احمد عبد الظاهر تعلى منه فوق وتخرج فوق العرض. هذه كرة امير عمراني اللي مشي بيها وليد ولعبها وهو بيقع كده على الارض. وليد سليمان
وكمل فيها وعمل متابعه رائعه احمد عبد الظاهر، لكن سوء حظه تعلى الكره فوق. الاهلي كان ممكن يخلص الماتش ده بدري جدا، وكان ممكن يكسب كمان، مش هقول 2-0 لكن ممكن يكونوا 3 كمان، زي ماتش الترجي، زي مباراه الترجي. لكن الاهلي اهدر كل الفرص، والان في طريقنا لنهايه الوقت بدل الضائع، انتهى الوقت الاصلي والوقت بدل الضائع كمان قرب على النهايه. النجم الساحلي في طريقه لخساره اول نقاط في مشواره في البطوله الافريقيه هذا العام، امام البطل، امام حامل اللقب، امام النادي الاهلي. لعبت الكره على الارض، حمزه الاحمر على حدود منطقه الجزاء، فكر في التسديد لكن غير رايه، لعب الكره تاني لزياد السوسي، ومره تاني هيسدد، مره دي حمزه ارضيه زاحفه. شريف اكرامي بالثقه وبرؤيه وبتوقع ايضا، بثقه في نفسه وفي قدراته وفي رؤيته وفي تقديره، قدر الكره بشكل جيد، حرس الكره الى ان تخرج لضربه مرمى للنادي الاهلي. الكره الاخيره في المباراه، لا والله خلاص، هي كانت التسديده دي هي الكره الاخيره في المباراه.